رسول الله، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع حل تدريبات كتاب الامتياز صف 98 الحروف الناسخة من الوحدة الثالثة. خير الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. اسم إن في الحديث: إن أبا بكر، إن أبا بكر من أمن الناس علي في صحبته وماله. أبا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه اسم من الأسماء الخمسة وبكر مضاف إليه، يبقى خدنا رقم باء. من أمن الناس خبر شبه جملة، مقدم خبر إن مقدم. اثنين: قال الشاعر: الظهر كالبحر لا ينفك ذا كدر، وإنما صفوه بين الورى لمع. الخطأ فيما يلي: ذا كدر خبر لفعل ناسخ نوعه مفرد، ده كده عبارة صحيحة. لا ينفك اسم ينفك ضمير مستتر تقديره، هو يعود على الظهر. ذا خبر خبر لا ينفك منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مفرد. لمعن خبر الحرف ناسخ نوعه مفرد، يبقى الاسم بعد إنما مبتدأ، صفه لمعن بين الورى، يبقى هنا العبارة صحيحة. ما في الشطر الثاني كافة، نعم، ما إذا دخلت على إن كفتها عن العمل، بعبارة صحيحة. صفه مبتدأ ولما خبر، بما ينفعش نقول خبر لحرف ناسخ لان ما تدخل على ان فتكفها عن العمل، يبقى ده العباره دي خطا. ما فيها الشطر الثاني كافه، نعم، ما هنا كافه اذا دخلت على ان واخواتها تكفها عن العمل. صفوه مبتدا، عباره صحيحه، يبقى العباره الخطا خدنا رقم باء. لما خبر لحرف ناسخ نوعه مفرد، وطبعا هنا ان ما كفت عن العمل، ما بعدها يعرب مبتدا. خدنا رقم باء. ثلاثة: سأني أن في المجتمع الذي نعيش فيه نقط لا يحبون الخير إلا لأنفسهم. الكلمة المناسبة مكان النقط فيها الجملة السابقة: رجال رجال، نساء رجالا. يبقى سأني أن في المجتمع الذي نعيش فيه نقول رجالا، بأن رجالا في المجتمع، رجالا هتكون اسم أن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة، يبقى احنا خدنا رقم دال. أربعة: قال تعالى: إن مع العسر يسرا. نوع الخبر، نوع خبر الناسخ في الآية الكريمة مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة. إن حرف ناسخ مبني على الفتح، مع ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، العسر المضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، والخبر شبه جملة مقدم، خبر شبه الجملة، شبه الجملة خبر إن مقدم. يسرا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة مؤخر، هنا طبعا يبقى مع العسر خبر شبه جملة، يبقى احنا خدنا رقم دال. نوع خبر الناسخ شبه جملة، يبقى اربعة خدنا رقم دال. صفحة 99 من كتابنا كتاب الامتياز تدريبات على الحروف الناسخة. البيت الذي جاء خبر الحرف الناسخ فيه مفرد هو: حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها، أو كأن الشمس لم تغب رغبت. وعندي كأن الشمس لم تغب، هنا طبعا جملة، جملة فعلية. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ترضى خبر جملة فعلية. ألم تر أن الطفل زين لأهله، وأن كمال العقل طول التجارب. زين خبر، خبر أن مفرد، وطول خبر أن مفرد. ما لقلبك أنه ليس مني، كأنه ليس مني،
وعظامي كأن فيهن فترة. هنا الخبر خبر كأنه جملة فعلية، وهنا شبه جملة، يبقى احنا هناخد رقم جيم. حرف الناسخ المفرد خدنا البيت رقم جيم: ألم ترى أن العقل زين لأهله وأن كمال العقل طول التجارب. يبقى خمسة خدنا رقم جيم. ستة: الشاعر تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم. الموقع الإعرابي لشبه الجملة له فيها الشطر الثاني: في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. لعل حرف ناسخ مبنى على الفتح، عذرا اسم لعل منصوب علامة نصب الفتحة، اسم لعل مؤخر، عذرا اسم لعل مؤخر منصوب علامة نصب الفتحة، له اللام حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور. وشبه الجملة: في محل رفع، خبر لعل مقدم، يبقى انا هناخد رقم ألف. في محل رفع. وجملة وأنت تلوم في محل نصب حال. سبع: قال الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. الاختيار الصواب فيما يلي هو: خبر لعل في البيت جملة اسمية، هنا عتبك محمود عواقبه، هنا ده خبر مفرد يبقى العبارة دي خطأ. عواقبه فاعل رفع الضمة، عبارة خطأ، هي طبعا هنا إعرابها نائب فاعل لأن محمود اسم مفعول. الحرف الناسخ في البيت يفيد الترجي لعل تفيد الرجاء، ده كده عبارة صحيحة. في البيت نائب فاعل بعلامة فرعية، طبعا هنا العبارة خطأ، هو نائب فاعل ولكن بعلامة أصلية، يبقى احنا استبعدنا كمان دان. يبقى عندي جيم الاختيار الصواب: الحرف الناسخ في البيت يفيد الترجي، يبقى سبعة خدنا رقم جيم. ثانية: أعاتبك لي نقط حريص على صداقتك وأقول لك نقط الصداقة كنز سمين. الاختيار المناسب مكان النقط على الترتيب: أعاتبك لي أنني، يبقى أنا هناخد الهمزة مفتوحة، ما ينفعش تكون مكسورة، يبقى استبعدنا باء، استبعدنا دال، يبقى عندي ألف، يبقى عندي جيم. وأقول بعد القول، يبقى هنا تكون الهمزة مكسورة، يبقى أنا هنقول كده همزة إن تكون مكسورة في أول جملة القول، يبقى أنا هناخد رقم جيم. يبقى أعاتبك لأنني حريص على صداقتك وأقول لك إن الصداقة كنز سمين. تمانية خدنا رقم جيم. تسعة: قال الشاعر أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب. عدد طمائر النصب التي اشتمل البيت عليها. أتاني الياء في محل نصب مفعول به، أنك الكاف في محل نصب اسم أن، لمتني الياء في محل نصب مفعول به، وتلك التي أهتم منها وأنصب، يبقى أنا عندي الجملة اشتملت على ثلاثة ضمائر نصب: الياء في أتاني في محل نصب مفعول به، الياء في لمتني في محل نصب مفعول به، الكاف في أنك في محل نصب اسم أن. يبقى تسعة خدنا رقم جيم. عشرة: قال الشاعر وأرغب عما فيه ذل وريبة وأعلم أن الله ما عشت رازقي. نوع خبر الناسخ في البيت، الخبر الناسخ أن، يبقى أن الله رازقي خبر أن، خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة اتصال بياء المتكلم، وهو خبر مفرد، يبقى 10 خدنا رقم ألف. 11: ضمير واحد مما يلي لا يأتي اسما لحرف ناسخ: ناء المتكلمين، ياء المخاطبة، ياء المتكلم، هاء الغائب. ضمائر النصب مجموعة في كلمة ناهيك،
أربع ضمائر متصلة في محل نصب، إذا اتصلت بفعل فهي في محل نصب مفعول به، بفعل تكون مفعول به، ضربك ضربني يضربنا ضربه، يبقى الضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به بحرف ناسخ، تكون اسم للحرف الناسخ. وهذه الضمائر الأربعة هي التي تتصل بالحروف الناسفة وتكون اسمها، ولا يتصل بإن وأخواته أي ضمير من ضمائر الرفع المجموعة في تواتينا. تواتينا ضمائر تكون إلا في محل رفع، يبقى الضمير الذي لا يصلح أن يدخل أو يكون اسما لحرف ناسخ هو ياء المخاطبة، لأن ياء المخاطبة ضمير من ضمائر الرفع. يبقى احنا خدنا رقم باء 11، خدنا رقم باء 12، إن تنصف عدوا لك فإنك نجط الأولياء الصادقين. الاختيار الصحيح مكان النقط فيما تحت خط، هنا ما ينفعش بالغ منزلة، ما ينفعش بالغ منزلة، منزلتي بالغا، هنا طبعا هيكون مرفوع لأنه هيكون خبر إن، يبقى بالغ منزلة الأولياء الصادقين، يبقى هنا تبلغ أنت منزلة، مفعول منزلة هتكون مفعول به لاسم الفاعل، وبالغ خبر إيه؟ خبر إن. يبقى خدنا رقم دان 10، صفحة 100 من كتابنا كتاب الامتياز. قال الشاعر: سلو قلبي غداة سلا وتابا، لعل على الجمال له عتابا. نوع خبر الناسخ في البيت السابق، مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة. طبعا لعل ده حرف ناسخ، له عتابا على الجمال، أو لعل حرف ناسخ، عتابا له على الجمال، يبقى عتابا اسم لعل مؤخر منصوب علامة نصب الفتحة، له بخبر شبه ايه جملة. يبقى احنا خدنا رقم دال 13، خدنا رقم دال خبر الناسخ شبه جملة. 14، قال الشاعر: وإذا رأت عيناك طرفا أسودا فاعلم بأن هناك موتا أحمرا. حدد نوع الخبر الناسخ، أن هناك موتا أحمرا، موتا منصوب علامة نصب الفتحة، هناك شبه جملة خبر مقدم، يبقى هنا الخبر رقم دال شبه جملة. يبقى 14 خدنا رقم دال، الخبر هنا شبه جملة. 15، فأنتم أولى بالمعروف من غيركم، عند دخول إن الناسخة تصبح الجملة، هنا اللام لام الابتداء تكون مزحلقة، يعني ننقلها من لام الابتداء تنقل إلى الخبر، وأنتم عند تحويل أو عند دخول إن على جملة اسمية تبدأ بضمير مخاطب، أنت تكون ك، أنت تكون تي، أنتما يبقى كما، أنتم كم، يبقى هنقول لأنكم أولى بالمعروف، إنكم لأولى بالمعروف، إنكم أولو معروف، إنكم أولى معروف، إنكم لأولى بالمعروف من غيركم. يبقى احنا خدنا رقم باء، أخدنا لام الابتداء دخلت على الخبر أو نقلناها للخبر، وتسمى اللام المزحلقة، وهي لام المزحلقة للتوكيد، وأنتم أصبحت كم، يبقى إنكم. 16، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نوع خبر الناسخ، الناسخ هنا إن المنبت اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، لا أرضا قطع هنا جملة فعلية
جملة فعلية فعلية أرضا مفعول به، وقطع فعل، وهنا تقدم الفعل على الفاعل، وزيها لا ظهرا أبقى برضو جملة فعلية، لا هنا نافية للفعل وليست لا نافية للجنس. يبقى هنا الخبر جملة فعلية، يبقى 16 خدنا رقم جيم، الخبر جملة فعلية. 17 قال الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بله القطر. نوع اللام في لتعروني، اللام تدخل على خبر إن دون سائر أخواتها، وهذه اللام تسمى لم تعليل، لم توكيد مزحلقة، لم الابتداء، لم الجحود. لم التعليل تدخل على الاسم والاسم بعدها مجرور، يا إما على الفعل والفعل بعدها منصوب. لم الابتداء في أول الكلمة مثل قولنا لمحمد مجتهد. لم الجحود تدخل على الفعل المضارع وتكون مسبوقة بكون منفي، ما كان الطالب ليقصر في عمله، يبقى هنا ده لام الجحود. يبقى هنا اللام في خبر إن تسمى لام التوكيد المزحلقة، لم مزحلقة فقط ما فيش مشكلة، لم توكيد فقط ما فيش مشكلة. هنا طبعا سمهاني لام التوكيد المزحلقة، هنا جمعني بين الاثنين برضو ما فيش مشكلة. 18 حرز العقل السديد أن يوفق. هنا الفعل حرى من أفعال الرجاء، وخبر جملة فعلية مقترنة بأن وجوبا. عند وضع حرف ناسخ يؤدي معنى حرى تصبح الجملة. الحروف الناسخة التي تؤدي عندي الحروف الناسخة معناها إن وأن للتوكيد، كأن للتشبيه، لعل الترجي، ليت التمني، لكن استدراك، لكن استدراك. يبقى الحرف الذي يفيد الرجاء، لأن حرم من أفعال الرجاء البيت الذي أو الحرف الذي يفيد الرجاء تعلى، والاسم بعدها منصوب ويوفق. يبقى هنا هناخد رقم دال 18، خدنا رقم دال. لعل ذا العقل السديد يوفق، ذا اسم لعل منصوب علامة نصبه الألف، لأن اسم الأسماء الخمسة، العقل المضاف إليه، السديد نعت مجرور وعلامة جر الكسرة، يوفق يوفق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل. يبقى 18 خدنا رقم دال. 18 إن الحق لهو المنتصر. لهو عبارة عن اللام والضمير هو. الجملة الثانية إن الباطل لهو زائل. لهو هنا بمعنى اللعب، يعني اسم وليست اللام ضمير. يبقى هنا اللام نوع الخبر في الجملتين، لأن خبر لا دون سائر أخواته يدخل على خبرها، وهنا طبعا الخبر جملة اسمية، الخبر جملة اسمية، لأن اللام هنا لم التوكيد المزحلقة لا تؤثر في إعراب ما بعدها. يبقى هنا خبر جملة اسمية، وهنا إن الباطل لهو زائل، هنا خبر مفرد. يبقى احنا هنستبعد مفرد مفرد ونستبعد شبه جملة، يبقى عندي جملة اسمية جملة اسمية ثم مفرد. يبقى 19 خدنا رقم باء. 20 لعلكم تحبون الرياضة. عند حذف الناسخ تصبح الجملة لعلكم كم، لعلكم قلت لك في السؤال رقم 15 عند دخول حرف ناسخ، حرف ناسخ على ضمائر المخاطب تكون أنت كاف مفتوحة، يعني مفتوحة للمخاطب المذكر، أنت كي، أنتما كما، أنتم
كم أنتن كنا. يبقى هنا لعلكم نحذفنا لعل يتفضل كم، يبقى هنا كم تحول لي أنتم، يبقى أنتم تحبون الرياضة، ما ينفعش نحن ولا هم ولا هم محبون، يبقى أنتم، يبقى 20 خدنا رقم جيم، أنتم تحبون الرياضة. صفحة 101 من كتاب الامتياز، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب. الحقائق التالية صحيحة عدا واحدة، خبر الفعل الناسخ في البيت نوع مفرد، يكن صاحبا لك، يبقى هنا خبر مفرد عبارة صحيحة. خبر الحرف الناسخ في البيت جملة فعلية، إن حرف ناسخ، الكذوب اسم إن، يشين خبر جملة فعلية بعبارة صحيحة. إن جاءت مكسورة لأنها في أول الكلام، طبعا تكسر همزة إن إذا وقعت في أول الكلام، عبارة صحيحة. يشين في محل نصب، طبعا عبارة خطأ، هي في محل رفع، يبقى الجملة الخطأ هي جملة يشين، جملة في محل نصب وهي في محل رفع لأنها خبر إن. يبقى 21 خدنا رقم دال. 22 قال الشاعر إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. الحقائق التالية صحيحة عدا واحدة، لضياء في ثوبك، ضياء اسم إن مؤخر، عبارة صحيحة. كده اسم إن مؤخر، الذي اسم موصول في محل جر نعت لأنها بتوصف الثوب، عبارة صحيحة. جملة يزري في محل نصب نعت لأنها بتوصف الضياء، يبقى لا ضياء اسم مجرور، طبعا عبارة خطأ، لأن احنا قلنا ضياء اسم إن مؤخر، واللام هنا لام التوكيد المزحلقة، يبقى الجملة الخطأ هي رقم دال. 23 قال الشاعر فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. خبر إن في البيت، إنه أدنى، أدنى هنا خبر مفرد ومرفوع بعلامة ظاهرة، طبعا علامة مقدرة، نستبعد ألف، ما فيش شبه جملة، ما فيش علامة فرعية، يبقى احنا هناخد رقم باء. هنا أدنى خبر مفرد ومرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه اسم مقصور، يبقى احنا خدنا رقم 23 خدنا رقم باء مفرد مرفوع بعلامة مقدرة. 24 قال الشاعر إن بني العرب الكرام توحدت آفاقنا وتلاقت الأبعاد، سبب كسر همزة إن وقعت في أول الكلام بعد ألا الاستفتاحية في أول جملة الصلة في أول جملة الحال، طبعا مفيش ألا الاستفتاحية ولا جملة حال ولا الصلة، وقعت في أول الكلام، يبقى كده خدنا 24 خدنا رقم ألف، 24 خدنا رقم ألف. 25 قال الشاعر ماذا يريدون لا قرت عيونهم إن الكنانة لا يطوى لها علم، سبب كسر همزة إن في أول الكلام بعد ألا الاستفتاحية في أول جملة الصلة في أول جملة الحال، هنا طبعا في أول جملة في أول الإيه في أول الكلام، إن الكنانة لا يطوى لها علم، وقعت في أول الكلام فكانت الهمزة مكسورة. ومن مواضع كسر همزة إن أنها تقع في أول الكلام بعد القول، تكون في صدر جملة الحال، أن تقع بعد حيث. 26 قال الشاعر ولكأنما أسعى لمجد مؤثني وقد يدرك المجد المؤثر أمثاني. بين نوع في نوع ما في البيت موصولة نافية كافة حجازية، ما إذا دخلت على إن وأخواتها
تكفها عن العمل وتكون كافة ومكفوفة. كافة أي كفت إن وأخواتها عن العمل، مكفوفة لا عمل لها. يبقى 26 خدنا رقم جيم. 27 المجدات لهن منزلة رفيعة عند دخول إن الناسخة تصبح الجملة. يبقى إن المجدات منصوب علامة نصب الكسرة عن بعد ألف، ويبقى عندي باء جيم دال. يبقى إن المجدات، إن المجدات، المجدات اسم إن منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لهن منزلة رفيعة، ما ينفعش نقول لهن منزلتي، بعدنا بعدنا باء، منزلتا بعدنا دال، يبقى عندي جيم. إن المجدات لهن منزلة رفيعة. يبقى خبر، خبر إن جملة اسمية، منزلة لهن منزلة مبتدا مؤخر، ولهن لم حرف جر، وهن ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور، وخبر شبه جملة مقدم. والجملة الاسمية من المبتدا وخبره في محل رفع خبر إن. يبقى احنا 27 خدنا رقم جيم. 28 صفحة 102 من كتابنا كتاب الامتياز، تدريبات على الحروف الناسخة. قلت في نفسي دعوتك ربي وإني راج منك القبول. كسرت همزة إن في الجملة السابقة لأنها في أول جملة الحال بعد القول، في أول جملة الصلة، في أول جملة جواب القسم. هنا طبعا وقعت هنا وقعت في أول جملة الحال، وإني راج منك القبول. كيف دعوتك ربي وإني راج منك القبول، جملة في أو في جملة أول جملة الإيه الحال. يبقى 28 خدنا رقم ألف. 29 إنما يفيدك في الحياة طاعة الله. الجملة الثانية هنا طبعا فصلنا بين إن وما، فما هنا اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن، طاعة خبر إن. يبقى إن طاعة إن ما يفيدك طاعة الله، يبقى هنا طاعة خبر إن، خبر إن. هنستبعد باء ونستبعد دال، يبقى عندي ألف ويبقى عندي جيم. لاحظ إذا فصلنا بين إن والما فما هنا اسم موصول، ما إذا فصل بين ما وإن فما هنا اسم موصول. يبقى طاعة خبر، إنما يفيدك في الحياة طاعة الله، هنا جملة كافة، يفيدك في طاعة الله، يفيدك في الحياة طاعة الله، يبقى يفيدك طاعة الله، يبقى طاعة فاعل، يبقى احنا هناخد رقم جيم. خبر إن وفاعل، فكرة جميلة خلي بالك منها. قالت ما على إن أخواتها تكفها عن العمل، إذا فصلا بين إن والما فما تكون موصولة في محل أو ما اسم موصول مبني في محل نصب اسم إيه اسم. 30 ليس ذو المروءة بمذموم. عند وضع إن الناسخة مكان ليس مع المحافظة على المعنى تصبح الجملة. إن ذو المروءة غير مذموم، هنستبعد إن ذو لأن المفروض يبقى بعدها منصوب يبقى ذا، ما ينفعش إنما ذو، يبقى بعدنا كمان جيم. إن ذا برضو مش هينفع ذي، يبقى أنا هناخد إن ذا. وبعدين النفي بتاع ليس خلناه غير مذموم، يبقى إن ذا المروءة غير مذموم. يبقى كده حذفنا الفعل الناسخ ووضعنا مكانه حرف ناسخ. يبقى 30 خدنا رقم باء. 31 إن أمة دب فيها روح الوطنية وطمحت نفسها للتغيير لا تموت أبدا. خبر ناسخ ونوع، إن أمة، أمة اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة، دب فيها روح الوطنية، ده وصف لكلمة أمة، يعني جملة في محل نصب.
وطمحت بمعطوف على الجملة اللي هي في محل نصب لا تموت، يبقى إن أم لا تموت، يبقى هنا خبر جملة فعلية، يبقى 31 خدنا رقم جيم. 32 قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. نوع خبر إن في الآية إن أولى الناس، يبقى أولى اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، الذين اتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم الذين، لا الذين اتبعوه، لم هنا لام التوكيد المزحلقة، والذين اسم موصول مبني في محل رفع خبر إن وخبر مفرد. يبقى 32 خدنا رقم ألف. 33 سرني أنك ناجح، سبب فتح همزة أن في أول الكلام لأنها فاعل، لأنها يصح تأويلها وما بعدها بمصدر صريح في أول جملة الحال، تفتح همزة أن إذا صح أن تؤول مع ما بعدها بمصدر صريح، بحنا خدنا رقم جيم. 33 جيم. 34 سيظل أبناؤنا فلذات أجبادنا، عند وضع إن مكان سيظل تصبح الجملة إن مكان سيظل، يبقى ما بعدها يكون منصوب، يبقى والهمزة المتوسطة، الهمزة المتوسطة ترسم على حركة الحرف المناسب لها، في حالة الرفع تكون مرسومة على الواو، في حالة النصب تكون منصوبة تكون مرسومة على السطر، في حالة الجر تكون مرسومة على نبرة. يبقى إن أبناءنا ما ينفعش أبناءنا، بعدنا جيم، ما ينفعش أبناؤنا، بعدنا باء. تفضل عني عندي إن أبناءنا مفتوحة في، يعني مرسومة على السطر، يعني مفتوحة في الاثنين. وبعدين فلذات، ما ينفعش فلذات أكبادنا، يبقى فلذات أكبادنا. ب 34 خدنا رقم دال. 35 قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا رب ما تحت خط ما إذا دخلت على إن وأخواتها تكفوها عن الأمم، ما بعدها يكون مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى أموال مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، ب 35 خدنا رقم جيم. 36 ليتما نجت مكرمان، الاختيار المناسب مما يلي العالمان فقط وإعرابها مبتدا مرفوع، العالمين فقط وإعرابها اسم ليت منصوب، العالمان والعالمين كلاهما صواب، العالمتان والعالمتين كلاهما صواب. أولا هنستبعد العالمتان والعالمتين، لأن احنا كده قلنا مكرمان، يعني عايزين العالمان أو العالمين يعني مذكر. إن وأخواتها إذا دخل عليها ما تكفها عن العمل، ما عدا ليت، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، يعني ليت ما يجوز أن يأتي بعدها الاسم منصوب ويجوز أن يأتي بعدها الاسم مرفوع، يبقى احنا هناخد رقم جيم. بقول ليتما العالمان مكرمان، وفي الحالة دي لي ما تكف ليت عن العمل، يبقى العالمان مبتدأ ومكرمان خبر، العالمين مكرمان، يبقى العالمين اسم ليت منصوب علامة نصب الياء ومكرمان خبر ليت، يبقى 36 خدنا رقم جيم. 37 صفحة 103 من كتابنا كتاب الامتياز. العلماء كأن في أيديهم مصابيح هداية، يا رب ما تحت خط، كأن حرف تشبيه ونصب مبنى على الفتح، مصابيح اسم كأن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة، يبقى احنا هناخد رقم باء. 37 خدنا رقم باء. لا تخفى، يا رب ما تحت خط، اسم مجرور، اسم إن منصوب، خبر إن مرفوع، مبتدأ مرفوع. يبقى إن لعبرا في قراءة التاريخ، اللام هنا عبرا، يبقى اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة، يبقى 38 خدنا رقم باء.
39 إن الحق لمنتصر، إعراب ما تحته خط، إن حرف ناسخ مبني على الفتح، الحق اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لمنتصر، اللام لام توكيد المزحلقة مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، منتصر خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة، وهنا خبر مفرد يبقى منتصر خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى 39 خدنا رقم جيم. 40 إن للصدق آثاره، إعراب ما تحته خط، اسم إن مؤخر وجوبا، اسم إن مؤخر جوازا، خبر إن مبتدأ مؤخر. إذا قصت الجملة للصدق آثاره كده خبر شبه جملة مقدم ومبتدأ مؤخر، والهاء ضمير متصل مبني محل جر مضاف إليه، هنا تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ وجوبا لاتصاله بضمير يعود على بعض الخبر، عند دخول إن تصبح إن للصدق آثاره، يبقى آثاره آثار هتكون اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واسم إن مؤخر وجوبا، يبقى احنا خدنا 40 خدنا رقم ألف، 40 خدنا رقم ألف. 41 ليت شبابنا أخلاقهم مهذبة، إعراب ما تحته خط، ليت شبابنا، شباب اسم ليت منصوب علامة نصب الفتحة والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، أخلاقهم لا يستقيم المعنى بدون مهذبة، متصل بها ضمير، يبقى مبتدأ ثاني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مهذبة خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ليت، يبقى احنا خدنا جيم. 41 خدنا رقم جيم. عين قال الشاعر أيها المادح العباد ليعطى، إن لله ما بأيدي العباد، إعراب ما تحته خط، إن لله ما بأيدي العباد، يبقى إن ما بأيدي العباد لله، يبقى ما اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن، من بعد جر مضاف إليه، من بعد خبر إن، من بعد لا محل له، يبقى إحنا خدنا رقم باء، اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن، يبقى 42 خدنا رقم باء. 43 إن من أقبح البشر، إنسانا كاذبا ما تحت خط، تمييز خبر إن، اسم إن، نعت منصوب، يبقى إن إنسانا كاذبا من أقبح البشر، إنسانا اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة، ده احنا خدنا رقم باء. 43 خدنا رقم باء. 44 اللاعبون باذلون جهدا كبيرا في المباراة، عند دخول إنما على الجملة تصبح الجملة كما هي، مفيش تغيير، يبقى إنما ما ينفعش اللاعبين ولا اللاعبون باذلين ولا اللاعبون باذلين، يبقى إنما اللاعبون باذلون جهدا كبيرا في المباراة. 44 خدنا رقم باء. 45 إن أخاك أخوك الذي تجده في الكرة بالحسام، إعراب أخوك، طبعا الحسام معناها السيف يعني يقف بجانبك ولا يتخلى عنك، إن أخوك نعت مفرد بدل مطابق توكيد لفظي، خبر إن، إن أخاك أخوك، أخوك أخو، خبر إن مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى خبر مفرد، يبقى احنا خدنا رقم د، الخبر إن. 46 أخو الكفاح ذو عزيمة قوية، ميز الصياغة الصحيحة بعد إدخال إن، يبقى إن أخا يكون منصوب عن بعد أخو ومن بعد أخو، يبقى إن أخا، وذو تكون مرفوعة، يبقى إن أخا الكفاح ذو، خدنا رقم دال، يبقى 46 خدنا رقم دال. 47 صفحة 104 من كتابنا كتاب الامتياز، قال الشاعر ابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص، خبر الحرف الناسخ ونوعه أن حرف ناسخ، من اسم موصول مبني في محل نصب اسم أن، بادر الصيد مع الفجر بان أن من بادر الصيد قنص، يبقى قنص خبر جملة فعلية، قنص فعل ماضي مبني على الفتح،
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل، في محل رفع خبر أن يكون الخبر جملة فعلية، يبقى احنا خدنا رقم د. 47 خدنا رقم د. 48 لعل أبناءنا بانون مستقبلهم، بين الصيغة الصحيحة عند وضع بدأ مكان لعل. عند وضع بدأ مكان لعل يكون ما بعدها مرفوع لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يبقى هنا ولابد يكون خبرها جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع، يبقى بدأ أبناؤنا، هنستبعد جيم عملها لي أبناءنا، وهنستبعد باء عملها لي أبنائنا، يبقى ألف ويبقى دال. بدأ أبناؤنا ما ينفعش بنين، يبقى هناخد رقم ألف. بدأ أبناؤنا يبنون مستقبلهم، أبناؤنا أبناء اسم بدأ مرفوع علامة رفع الضمة وناء ضمير متصل مبني بمحل جر مضاف إليه، يبنون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون وهو جماعة ضمير متصل مبني بمحل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر بدأ. ب 48 خدنا رقم ألف. 49 ذو الشح والطمع قابضون على سراب، بين الصيغة الصحيحة عند إدخال كأنما على الجملة السابقة. عند إدخال كأنما على الجملة السابقة لا تغيير في الجملة، تبقى ذو كما هي وقابضون كما هي، ما ينفعش ذوي ما ينفعش قابضين، يبقى خدنا رقم دال. تكون ذو الشح والطمع قابضون على سراب، ذو تكون مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأن ملحق بجمع المذكر السالم، قابضون خبر مرفوع علامة رفع الواو لأن جمع مذكر سالم، ودخول الماء على كأنما تكف عن العمل. 50 عسى أبناء مصر أن يجتهدوا، بين الصيغة الصحيحة للجملة السابقة وضع لعل مكان عسى. لعل يكون بعدها منصوب، يبقى لعل بني مصر، ما ينفعش بنو بعدنا دال، يبقى عند ألف يبقى عند جيم يبقى عند باء. بني مصر، لعل بني مصر، بني اسم لعل منصوب علامة نصب الياء لأن ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة ومصر مضاف إليه. خبر لعل يكون مرفوع، يبقى مجتهدون، ما ينفعش طبعا هنا هنبعد بنو مصر مجتهدون، هي المفروض بني، يبقى تفضل عندي جيم وتفضل عندي باء، يبقى لعل بني. بعدين بني مصر مجتهدين، ما ينفعش مجتهدين، هناخد يجتهدون، يبقى لعل بني مصر يجتهدون، يبقى يجتهدون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون وهو جماعة ضمير متصل مبني بمحل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل. 50 خدنا رقم جيم. أسئلة مقالية. 51 إني لساع في مصالح العباد، اجعل الضمير في إني للمثنى، يبقى الياء تكون يبقى إننا لساعيان في مصالح العباد، إننا لساعيان في مصالح العباد. افترض أنه قال لي خلها لي للجمع، يبقى إننا لساعون في مصالح العباد. 52 ما يعرف أصحاب الخبرات قيمة الدقائق واللحظات، احذف ما وعد كتابة الجملة صحيحة. بحسب ما هنقول إن أصحاب الخبرات يعرفون قيمة الدقائق واللحظات، يبقى إن أصحاب الخبرات يعرفون قيمة الدقائق واللحظات. 52 نما إلى علمي أنك تقسو على من معك، لماذا فتحت همزة أن؟ تفتح همزة أن لأنها صح تأويلها مع ما بعدها بمصدر.
انتمى الى علمي قسوتك، يبقى انما قسوتي الى علمك في مصدر مؤول في محل رفع فاعل. اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معي. لو عجبك الفيديو اعجاب، شارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم ان شاء الله. لو انت ما اشتركتش معانا في قناه عاشق الضاد والنحو، انزل اشترك معانا، فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. قناه عاشق الضاد والنحو قناه متخصصه في حل تدريبات الكتب المختلفه للمرحله الثانويه. اتمنى لكم